مستمرين معكم جون 2018 بيبر 2 فاريانت 2 بيقول لي which statement is not correct. ركز بيقول not، بتتلخبطوا انتوا يا جماعه وتدور انت على الكوريكت وبعدين هو يطلع عايز الايه ال not correct. طبعا عشان يا جماعه نجاوب سؤال زي ده انت لازم تكون مطلع على الجدول الجميل ده بتاع الالكترومغنت سبيكترم اللي بيقول يا جماعه ان كل الحاجات دي جاما ريز اكس ريز الترا فايلت فيزيبل مش عارف ايه الكلام ده كله كلهم يا جماعه بيمشوا بنفس السبيد اللي هي 3 تامبس 10 باور 8 متر بير سكند. امال الاختلاف يا جماعه ما بينهم في ايه؟ الاختلاف ما بينهم فريك في الفريكونسي، كل ما نمشي كده الفريكونسي تزيد، كل ما نمشي كده الويف لينث ايه؟ هي اللي تزيد. فانت لازم اذا اختلافهم في الفريكونسي والويف لينث بس كلهم بيمشوا بنفس السبيد. نرجع هنا حبايبي، ركز ان هو بيقول which is not correct، يبقى الكوريكت تبقى غلط. The speed of long wavelength infrared radiation in a vacuum is greater than، بس خلاص غلط. هي الإجابة إيه؟ يا جماعة هو بيسأل على اللي مش correct، تمام؟ يا جماعة ال long wavelength تمام وال short wavelength مادام ultraviolet مادام أي infrared كلهم يا جماعة بيمشوا بنفس السبيد، فإذا دي غلط. إذا هو ده الاختيار. تعالى بس نتأكد إن الباقيين، ركز لأنه قال إيه؟ اختار ال not correct. طب the speed of microwave in air is approximately 3 times 10 power 8. الإجابة دي صحيحة. المايكرويف أيوه سرعته كذا. إذا ده ليس الاختيار. تمام؟ طيب the speed of gamma emitted from the sample of cobalt 60 is 3 times 10 power 5 كيلومتر بير سكند. طبعا يا جماعة أنا عايز أقول لكم إن 3 times 10 power 5 كيلومتر بير سكند هي 3 times 10 power 8 متر بير سكند. هي نفس الرقم لان الكيلومتر فيه 1000 يعني 3 اصفار، فاحنا خليناها تايمز 10 باور 8. اذا يا جماعه لو اتكلمنا هتلاقي ان العباره دي صحيحه، اذا ليس اختيار لانه هو عايز الغير صحيح. اكس رايز ايميتنس ان ا سوبر، سيبك بلا سوبر نوفا بلا بتاع، هي اكس رايز ماشي ريتش ذا ايرث ات ذا سيم تايم از ذا فيزيبل لايت. ايوه لان هما نفس السبيد، الاكس رايز والفيزيبل لايت نفس السبيد. إذا هذه العبارة صحيحة، إذا ليست اختيار. يبقى يا جماعة هتلاقي الإيه؟ الإجابة هي الفقرة إيه؟ ركز إن هو قال يا جماعة not correct. قول لي العبارة الخاطئة، إيه العبارة الخاطئة اللي هنا؟ أيوة يا جماعة الـ long wavelength infrared بيمشي بنفس الـ speed بتاعت الـ short wavelength ultraviolet. الـ infrared والـ ultraviolet نفس الـ speed، فما تقوليش greater. فهذه العبارة خاطئة، إذا هي الاختيار لأن هو عايز الـ not correct. ارجو انك ما تتلخبطش في الحته دي لما تجيلك، وخصوصا لما يقولك انا عايز الغلط مش الصح.